الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت، هل هذا الحضور حضور لأمارات وعلامات الوفاة، أم أنه حضور للوفاة في وقت لا تقبل فيه التوبة؟ قال بعض العلماء: قال هو حضور علاماتها. وإذا كان المراد من هذا حضور علاماتها، فيكون أبو طالب لو قال لا إله إلا الله فمات على هذه، لكانت لا إله إلا الله نافعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يستفاد منها فائدة، وهي أن العبرة بالخواتيم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال: إنما الأعمال بالخواتيم. ومن ثم فإن موتة أبي طالب موتة سوء، لأن خاتمته خاتمة سوء. بعض العلماء يرى أن حضور الوفاة لأبي طالب ليست حضور علامات، وإنما العلامات قد زالت إلى أن بلغ أبو طالب مرحلة لا يقبل فيها كلمة لا إله إلا الله. ويستدلون على ذلك بأدلة. من بين هذه الأدلة أولا أن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشابه قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومعلوم أن هذه الآية حضور الوفاة فيها إنما هو في وقت لا تنفع فيها التوبة. ثانيا أن أبا طالب خص دون غيره بهذا الأمر، كما خص دون غيره بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له بتخفيف العذاب عنه، وليس ثمة تعارض ولا ثمة استبعاد لأن تنفع كلمة لا إله إلا الله أبا طالب في هذه الحال. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحاج لك بها عند الله، وفي رواية: أشهد لك بها عند الله، وليس هناك جزم. ومعلوم أن من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله قبل أن يصل إلى درجة لا تقبل فيها التوبة، أن لا إله إلا الله تنفعه. فكلمة أحاج وكلمة أشهد كما في رواية مسلم تدلان على هذا. ومن ثم فإن قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يكون أبو طالب على هذا القول مستثنى من عموم هذه الآية. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى حلقومه، يكون أبو طالب قد استثني من عموم هذا الحديث. على كل حال، مما يقوي الرأي الثاني ما ذكرنا، وأدلتهم لا شك أنها قوية، ولا يحسن أن يقال بأنها ضعيفة، وذلك لأن سياق النص يدل عليه. وكما لا يبعد بثبوت النص شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في التخفيف عنه من العذاب، كذلك هنا الفرق. ولكن مما يقوي القول الأول ما يأتي. أولا أن الأصل أن التوبة لا تقبل في حالة الغرارة إلا إذا وجد نص صريح صحيح، وليس في هذا الحديث أو في هذا المنقول نص صريح. لما؟ لأن الناقل ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو الشارع، وإنما الناقل أحد الصحابة رضي الله عنه. وفرق بين الناقل من الصحابة وبين نقله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن أبا طالب كما جاء في صحيح مسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليها إلا جزع الموت، وفي رواية: إلا خرع الموت، لأقررت بها عينك. ومثل هذا القول يكون من شخص قد
اكتملت قواه العقلية ولم يصرفه نزع الموت عن معنى هذه الكلمة. وعلى كل حال سواء قيل بالقول الأول أم بالقول الثاني فإن أبا طالب مات كافرا، ومن ثم فإن هذا الخلاف لا أثر له في الواقع، وذلك لأن الأمر محصور في أبي طالب، وأبو طالب قد مات على الكفر. لو أسلم لكان لهذا الخلاف أثر، فلما لم يسلم ومات على الكفر فليس هناك أثر في التطبيق في واقع الناس.